في الوقت الذي يحتدم فيه سباق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتتجه أعين البشرية نحو فعالية وطريقة توزيع كل منها، تتفشى سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارًا في عدة دول أوروبية. منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر بإعلانها أن السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار. ظهرت في الدنمارك واستراليا وهولندا التي بدورها فرضت مع دول اوروبيه اخرى حظر السفر مع بريطانيا بعد وقت قصير من اعلان كبير مستشار بريطانيا العلميين باتريك بالانس ظهور الطفره الجديده من الفيروس في لندن. سلاله خرجت عن السيطره وامامنا طريق طويل لفهمها تقول وزاره الصحه البريطانيه. تحذيرات طبية دفعت رئيس الوزراء بوريس جونسون لإعلان فرض مستوى جديد من القيود في عدة مناطق في بريطانيا لمواجهة تفشي السلالة الجديدة. سنزيد من القيود لاسيما في بعض مناطق لندن بالإضافة إلى مناطق شرق إنجلترا. والتي ظهرت بها السلالة الجديدة من الفيروس. التغير الجديد في الفيروس يجعله أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70%. إلا أن الدراسات لا تزال قائمة بهذا الشأن. ومع تفاقم حالة الهلع تؤكد السلطات الصحية البريطانية أنه لا يوجد دليل حاليا على أن هذه الطفرة الجديدة تتسبب بخطورة أكبر مشيرة إلى حدوث آلاف الطفرات بالفعل على الفيروس منذ ظهوره الأول في عام 2019 بيد أن الغالبية العظمى منها لم تتسبب بتأثير واضح على مسار الفيروس. ويبقى انتباه العلماء مسلطا على قلق الأكبر المتمثل بحدوث تغيرات قد تؤدي إلى رفع نسب العدوى أو فشل اللقاح قلق طبي يتزامن مع تسجيل أرقام إصابة قياسية حول العالم فبحسب موقع وورد ميتر فأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى نحو 77 مليون إصابة نجم عنها حتى الآن وفاة نحو مليون وسبعمائة ألف شخص وعلى الرغم من ان الولايات المتحده هي احدى ابرز الدول السباقه بانتاج اكثر من لقاح مضاد لكورونا وتنوي توزيع قرابه 20 مليون جرعه مع مطلع العام المقبل، لا تزال تتصدر قائمه الدول الاكثر تضررا بالجائحه بتسجيلها اكثر من 18 مليون اصابه نجم عنها حتى الان وفاه نحو ثلث مليون شخص.